المشروب بتاعنا بتاع النهارده ايه؟ عباره عن عسل ابيض، تفاحه احمر. انا هعمل مشروب واحد بس. اوكي، تفاح، ميه، ماشي، وعسل وقرفه. نحط كده التفاح وبقشره، ماشي. عايزين تشيلوا القشر ابو ايه، صفوه. بس انا ما بصفيش بصراحه الفاكهه، يعني انا شخصيا لما بعملها ما بصفهاش، بحب استفيد بالحاجات كلها بتاعتها. خلاص اهو، احط القرفة، العسل، المية. هجيب الكوباية هعملها بالمعيار بالظبط. نحط بقى كده ان شاء الله يعملوا كوبايتين، عشان كده انا مرضتش احط تفاحتين، حسيتها هتبقى تقيله قوي. المشروب ده على فكره ممكن يتشرب سخن. نعمله ازاي سخن؟ اسمه هوت سيدر دايما. نعمله ازاي؟ نقطع التفاح شرايح ونغليها في ميه، وبنشيل يعني دي ساعتها بنشيل القشره، بنشيل القشره مع عود قرفه، حبه عسل ابيض، وبنطلعه نقشره ونضربه، او ناخد بس الميه بتاعته بعود القرفه مع العسل الابيض، وبيتقدم بالطريقه دي. خلاص ده ساقع وممكن يتقدم سخن زي ما انا قلت لكم.